وفي خطوة جديدة نحو تعزيز استقرار سوق الصرف المحلية، وجه البنك المركزي المصري البنوك المحلية لفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية. تأتي توجيهات البنك المركزي في إطار برنامج إصلاح اقتصادي شامل يجري تطبيقه بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وعقب توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبية.